نحن مع تقلات الرأي الثلاث مدينة علي هاجر منصور نجاح يوسف. ردًا على وزارة الداخلية بعد عرضها لفيديو تمثيل ممنتج لمركز الإصلاح والتأهيل سجن النساء والذي يركز فيه على مدى توفيرهم بيئة صالحة مليئة بالحقوق والمعاملة الإنسانية، وقد جاء الفيديو بعد توجيهنا عدة نداءات للجهات الحقوقية للتدخل العاجل والسريع لوقف ما نتعرض له من انتهاكات وانتقاما منا بسبب إخراجنا جميع ما نتعرض له من انتهاكات بالداخل وانتقاما لاستمرار النشاط الحقوقي. لا زالت السلطات البحرينية تفشل في تبييض انتهاكاتها لحقوق الإنسان، وهذه المرة في سجن النساء في مدينة عيسى. فرغم التضييق المستمر على المعتقلات، استطاعت هاجر منصور ونجاح يوسف ومدينة علي نقل معاناتهن وفتح تلك الانتهاكات ليسمعها المجتمع الدولي. الانتهاكات التي يتعرضن لها النساء في سجن مدينة عيسى تخترق الأعراف والقوانين الدولية وحقوق الإنسان الأساسية، بدءا من سبب الاعتقال وصولا إلى أساليب المحاكمة والتعذيب. وعن هذا الجانب يحدثنا الناشط السياسي البحريني علي مشيمع. التهم التي توجه ضد المعتقلات هي تهم سخيفة وتهم كيدية وتهم انتقامية. يعني التهم التي وجهت إلى نجاح هي أنها لأنها عبرت عن رأيها في عدم ارتياحها من إقامة سباقات الفورمولا في البحرين، وهذه اعتبرت جريمة عند النظام، ولم تعتبر فقط جريمة عند النظام وتم اعتقال نجاح، وإنما عرضت إلى تعذيب شنيع. عائلة سيد أحمد الوداعي لم تسلم من ظلم السلطات، فقد أوقفت زوجته مع طفلها الرضيع على قيد التحقيق لساعات، ومن ثم اعتقلت أم زوجته هاجر منصور ولا زالت قيد الاعتقال وتحت ضغط السلطات الممارسة عليها انتقاما لعمل زوج ابنتها الحقوقي. سيد أحمد الوداعي اعتقلت زوجته، ويعني تعرض ابنه وكان طفلا رضيعا في ذلك الوقت إلى التعنيف، يعني سحب من والدته وجرت والدته في وسط المطار في حرم المطار البحرين الدولي، وثم أخذت إلى غرفة التحقيق وقيل لها هذا الكلام. وأيضا هذا ما يكشف أيضا تفاصيل التحقيق الذي تعرض له السيد نزار الوداعي وكذلك والدة السيد هاجر منصور. لم تتوانى المنظمات الحقوقية عن مناشدة المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات رادعة توقف انتهاكات حقوق الإنسان في سجن النساء وإطلاق سراح الناشطات اللواتي وجهت لهن تهما كيدية واعتقلن من أجل حرية الرأي والتعبير. ومن هذا المنبر نؤكد على استمرار المناشدات والمطالبات لإنهاء القمع الحاصل في سجون البحرين. أعلن البحرين يصح لنا أن نطلق على سجونها سجون غوانتانامو البحرين، فهي صرخة السجناء يجب أن تتردد عبرنا نحن النشطاء وعبر أي منبر إعلامي. بعد فشل البحرين في إجراء انتخابات حرة ونزيهة وسط الضغوط الدولية التي أدانت تلك الانتخابات والقمع المستمر للسجناء السياسيين والناشطات وعدم إطلاق سراحهم، هل ستستمر السلطات في تبييض انتهاكاتها لحقوق الإنسان وتحسين صورتها أمام الدول التي تتحالف معها من أجل الحفاظ على مصالحها؟